تطوير الإنتاج الفلاحي والتخلص من التبعية الغذائية. ينضم إلينا عبر تقنية سكايب السيد منيب أوبيري، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين. أهلا بك سيد منيب. أهلا بكم في الفضيلة وشكرا على الاستضافة. إذن أستاذ، أولا مثلما رأيت مخرجات عديدة جاء بها اجتماع مجلس الوزراء في الشق الفلاحي، نتحدث ربما عن الإنتاج الفلاحي بالجزائر وواقع الإنتاج الفلاحي بالجزائر. على كل حال، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نتابع وبمقول أهمية بالغة كل نشاطات الفلاحية في الجزائر وكل ما يتعلق بتطوير الإنتاج الفلاحي في الجزائر. أقول كل المجهودات يعني تعتبر تصب في منحى كما يقول تطوير الاقتصاد الفلاحي وتطوير الإنتاج، إلا أنه الاعتماد أساسا على الكفاءات المهنية والإطارات من مهندسين وتقنيين وغير ذلك هو يبقى العامل الأساسي لنجاح تطوير قطاع الفلاحة في الجزائر. تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين أهم نقطة التي لازم تهتم بها الحكومة وتهتم بها يهتم بها أعلى هرم السلطة، حيث يجب أن يقول إنشاء يعني كما يقولوا هيئة رسمية تعنى بالمهندسين والزراعيين لتعتبر يعني تكون ركيزة لتطوير الإنتاج الفلاحي. اليوم المعاهد موجودة، الإطارات موجودين، كل العوامل راهي متاحة، ولكن يجب أكثر تنظيم. طيب سيد منيب أوبيري، ربما الآن رأينا أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأولوية كانت يعني لتطوير الإنتاج الفلاحي، لكن السؤال المطروح الآن هو كيف أو ما هي الآليات التي ستسمح لنا بتطوير الإنتاج الفلاحي؟ من بين أهم الآليات هي إحصاء مناطق الإنتاج، يعني اللي هي فيها بوتنسيال، اللي فيها قدرات كبيره لازم كما نقولوا نتمنوها. المساحات الشاسعه في الصحراء يجب استغلالها، كذلك الاحصاء الدقيق لكل كما نقولوا احنا الكارتوغرافي، يعني الخارطه الزراعيه، خارطه الانتاج الزراعي في الجزائر كما كانت تكلم عليها سياده الرئيس من قبل، لازم تضبط بدقه. هذه المعطيات يعني المعلومات كلها تمكننا من ضبط استراتيجيه حقيقيه للنهوض بالانتاج الفلاحي عبر مختلف مناطق الوطن. لما تكون عندنا معطيات دقيقه واحصائيات دقيقه يمكن تكون انطلاقه صحيحه وتكون مبنيه على اسس كما نقولوا متينه. الجانب الاخر نقول كذلك، انا منذ مده وانا اقول يجب توفير مناخ ملائم للعمل بتوفير ولا بتضافر كل الجهود. لما نتكلم على مجلس اعلى للفلاحه او مجلس اعلى للامن الغذائي اصبح ضروره ملحه اكثر من ملحه ل يعني نوصلوا الى تحقيق الاستراتيجيه اللي رانا نسطروا فيها للقطاع الفلاحي. وزاره الفلاحه وحدها ما تقدرش تسطر برامج وتقدر توقف عليها وتحققها وتجسدها لو لم تكون هناك كما يقولوا تضافر عديد القطاعات مع بعض وفي هيئه واحده لتصرف على هي وطنية للنهوض بقطاع الفلاحة. نعم، تحدثت عن الإحصاء وأهمية الإحصاء في تحقيق تطوير الإنتاج الفلاحي. استحداث جهاز إحصائي دقيق يعتمد على التقنيات الحديثة كان أيضا من مخرجات أو توصيات مجلس الوزراء أمس. ربما ما هي أهمية التسريع في هذا الإجراء؟ نقطة مهمة جدا هذه، يعني الإشارة إليها في مجلس الوزراء، يعني حقيقة هذا ما يتطلبه وضع إحصاء دقيق بإمكانيات علمية دقيقة وبمهارات. عندنا خبراء، عندنا مهندسين في كل الولايات، لازم نعطوا لهم الوسائل ونوفر لهم الأجهزة والآليات للعمل الميداني لتسريع الوتيرة، وتيرة الإحصاء من حيث الموارد سواء المالية، من حيث الموارد كما يقولوا الموارد البشريه، من حيث المساحات المتوفره، من حيث كل المعطيات لازمها تكون دقيقه باش نبني وحقيقه كما يقولوا قاعده ترتكز عليها اسس بناء منظومه زراعيه يعني قويه وامنه
للمستقبل بطبيعة الحال، حتى نوفروا كل الامال والتطلعات تاعنا من ناحيه الاقتصاديه اللي يحتاجها كما نقولوا البلاد تاعنا. طيب نتحدث ايضا ربما عن الاداره الفلاحيه او هيكلتها. اجتماع مجلس الوزراء ركز ايضا على هذه النقطه، حيث جاء انه يجب ان يتم اعاده مراجعه هيكله وتنظيم الاداره الفلاحيه مركزيا وكذا جهويا. اذا كيف ربما او ما هي المعيقات في الاداره الفلاحيه التي تعيق تطوير الانتاج الفلاحي؟ إذا سيد منيب بيري هل أنت معنا؟ إذا لما نتحدث عن الإدارة الفلاحية ربما ما هي أبرز المعيقات التي تعيق هيكلة الإدارة الفلاحية؟ إذا انقطع الاتصال بالسيد منيب أوبيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين. كنا قد تحدثنا على الإدارة الفلاحية وهيكلتها والتي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث تم التأكيد على يعني ربما وقف كل المعيقات حول الإدارة الفلاحية. ينضم إلينا من جديد السيد منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين. إذن سيد أوبيري كنا نتحدث عن الإدارة الفلاحية، ربما ما هي المعيقات التي تواجهها الشعب اليوم؟ إذا كان تكلمنا على الإدارة اليوم فيه كثير الناس لعدم يعني تناغم وتناسق كل الهيئات مع بعض، يعني في المحليات يعني نقول على المستوى المحلي أو الجهوي، يجب يعني في أكثر من أي وقت مضى يعني المعاهد الوطنية اللي راهي موجودة في المركزية تنزل للجهوية، هذا أبسط شيء. المخابر كذلك، إذا كان تكلمنا على النظام كما قلت الأقسام الفلاحية ومندوبي الفلاحة لازم يعطى لهم دور أكبر من اللي راهم الآن يلعبون، أكبر وأوفر. حتى يمشي لبعض الولايات يعني في الجنوب الكبير أو حتى في الشمال ما عندهمش وسائل عمل، يعني ما عندهمش يعني ابسط المستلزمات الاداريه اللي يعملوا بها، كيفاش يقدروا يعملوا الاحصاء، كيفاش يهبطوا الفلاحين، كيفاش يواكبوا يعني الانتاج. شيء ينتظرنا الكثير من العمل، ولكن انا اقول السياسه الجديده المتبعه من طرف الحكومه ان شاء الله اذا كان شارك فيها الجميع بالجهود، شارك فيها الجميع بالنيه الصادقه والعمل، ان شاء الله نحققوا ولو جزء بسيط منها يكون قاعده لثوره حقيقيه في قطاع الفلاحه. جميل، هذا ما نتمناه أستاذ منير أوبيري. نتحدث ربما عن آخر كسؤال ختامي، ما هي الحلول التي تقترحونها لتحقيق الاستثمار في هذا القطاع؟ الاستثمار في قطاع الفلاحة يتطلب مرونة، يتطلب مرونة أكثر مما عليه هي الآن. يعني كل من يريد الاستثمار ويرغب الاستثمار في المجال الفلاحي يجب تسهيل كما نقول الولوج الى عالم الاستثمار، الى بدايه من يعني الحصول على الاراضي وتسويه وضعيه الاراضي الفلاحيه، الى حفر الابار، الى ايصال الكهرباء، الى توفير البذور والمدخلات الفلاحيه يعني في وضعها في كما يقولوا في متناول الجميع. يعني هذه الامور كلها لازمها تدرس بجديه ولازمها تكون عندها مرافقه دائمه ومستمره حتى ينجح نقول الانتاج الفلاحي. اكدت على اهميه يعني مرافقه المهندسين الزراعيين والاطارات التقنيه لكل هذه الاستثمارات الجديده ومتابعتها يعني خطوه بخطوه لانجاحها، يعني وكما يقولوا تحقيق كما يقولوا الوصول الى تنويع في الاقتصاد الزراعي وتنويع المنتجات الزراعيه، وبالتالي توفير المنتجات بصفه دائمه ومستدامه، وكذلك خلق ثروه بالنسبه للوطن. نعم سيد منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين كنت معنا عبر تقنية سكايب، نشكرك على كل الشروحات التي قدمتها لنا فيما يخص موضوع تطوير الانتاج الفلاحي والتخلص من التبعية الغذائية. إذن مشاهدينا الكرام